عارفة يا بنتي يا كوريا، كان لنا زمان بنت قريبتنا، كانت بنت يا عيني كده برضو عقلها خفيف وطاق منها وهاجج، زي خالتك كده يعني. ايوه بس البنت ده هي كانت حلوة بقى وشابة وملظظة كده اهو، بيضة وزي الفل، تتاكل اكل والله يا كوريا تتاكل اكل. ايوه بس ايه، كانت قاعدة مع ابوها وامها. كوريا لسه تحت. هي البت دي ما وراهاش حاجة؟ لا ولا التانية، في حد يبيع خضار دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ انا بقالي ساعة محبوس هنا. الله يخرب بيت شورتك المنيلة. ايه الجو البيتي ده؟ جديد قوي شغل قمصان النوم في الشارع ده. ما تنجزي بقى وتيجي، بتاخدي كام يعني؟ على فكرة أنا واحدة محترمة، بس الظروف هي اللي خلتني أمشي في الشارع بالمنظر ده. أنا ينفع آخد موبايل حد فيكم؟ لازم أعمل مكالمة ضروري. يا عم بالراحة عليها، ده شكل جوزها طاردها وضاربها. بقول لك ايه، طيب ما تيجي ناكلك ونشربك ونذاكر لك، نرجع معاك البيت نضرب لك جوزك كمان. غور من وشي. انت مين يا بنت؟ في ايه؟ الاقي معاك موبايل. موبايل؟ وانت ايه اللي منزلك في نص الليالي كده باللبس ده وتسالي على الموبايل؟ انت باين عليكي بنت ناس. معلش يا حاج، هي ظروف بس، عشان خاطر لو معاك الموبايل تديهولي دقيقه واحده بس. موبايل ايه وانت لابسه اللبس ده يا بنت وهتمشي في نص الليل كده؟ هتطمعي فيك الكلاب السكك. ما انت عندك حق، بس لو معاك الموبايل انا فعلا محتاجه اعمل مكالمه ضروري عشان خاطري. والله العظيم ما في رصيد يا بنت، عيالي بيكلموني منه وما فيهوش فلوس. طب انا متشكره يا عم الحاج. خد يا بنتي، راحه فين؟ ايه بتعمل ايه؟ خد يا بنتي استوري نفسك يا بابا. لا 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 لا، هي وسخه وريحتها وحشه بس احسن من ناس كتير يا بنتي. خليها معاك عشان خاطري، عشان انا مش هلبسها. لا يا بنتي انا كده كده ماشي. لو سمحت ممكن استخدم الموبايل؟ انا معيش فلوس بس محتاجه اعمل مكالمه ضروري. لا ما ينفعش يا ست، عشان خاطري هي مساله حياه او موت، مش هطول دقيقه واحده بس. حاضر اتفضلي. متشكرة قوي. شكرا. الو الو يا دينا. دينا انا هايدي، انا هايدي. بصي اسمعيني، انا في الشارع ومعيش موبايل ولا فلوس. بعدين احكي لك بعدين. انا محتاجاكي تكلمي عم شكر السواق وتخليه يجي ياخدني من الشارع ده. اسمه ايه؟ شارع ابراهيم نجيب. شارع ابراهيم نجيب في جاردن سيتي، انا عند ميني ماركت كده صغيره، خليه يجي لي على هناك. يلا يا ست هانم، ده مش تليفون بيه. حاضر حاضر. بصي ما تتاخريش، انا في الشارع لوحدي وخايفه قوي عشان خاطري. يلا بسرعه يا دينا والنبي. يلا باي باي باي. متشكره قوي. شكرا. العفو العفو. انت هتفضلي واقفه هنا يا ست هانم ولا ايه؟ انا هستناهم دقيقتين بس، مش هطول. لا ما ينفعش، ده مكان اكل عيش، اتفضلي اقفي بعيد بقى لو سمحتي. يلا توكل على الله، خلينا نشوف رزقنا. في الشارع هو لوحدها ويا حبيبتي، ولا معاها فلوس ولا معاها موبايل ولا معاها اي حاجه، هنزل اروح اجيبها. تعالي هنا، مش كفايه جري بقى ورا ست هايدي دي؟ انا ورايا طياره بعد كام ساعه وما جهزتليش الشنطه. وبعدين رايحه فين الساعه 2:30؟ مش كفايه بقى؟ ايه يا محمد؟ انت ازاي بتكلمني بالشكل ده؟ وانت ازاي عايزني اسيب هايدي في موقف زي ده؟ انت اكيد بتهزر صح؟ صحيح. ازاي تسيبيها؟ لكن تسيبي جوازك ده عادي. بقول لك ما تروحي تتسجني معاها احسن، ده سجن مش لعب عيال. تصدق ان انت ما عندكش دم؟ انت كمان عندك نفس تهزر؟ انا بقى نازله يعني نازله، عارف ليه؟ دي هايدي يا محمد. ها وانا على حسب الوصف يعني. معلش بليز يا عم شكري، ممكن تدخل كده تسال اي حد جوه؟ يمكن يبقى شافها ولا حاجه. نساله ما نسالش ليه؟ السلام عليكم يا بلدينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر يا أستاذ، ما شفتش واحدة هانم كانت واقفة هنا من شوية ومستنية ناس؟ هانم؟ هانم يعني إيه هانم؟ هانم يا باشا زي اللي بيجوا في التلفزيون دول. إيه ده؟ هايدي، إيه اللي أنت حاملاه في نفسك ده؟ أحكيلك
انت كويسه؟ طيب اهم حاجه كويسه خالص. يقول لك ما عندوش الا حلاوه وطحنيه. يقول ايه يا ناس الطهيدي؟ ايه المرمطه اللي انت فيها دي؟ خلاص يا عم شكرا، اطلع دلوقتي وانا